ورجعنا لكم بعد الفاصل الصغير دلوقتي، ومعانا فقرة خاصة بقى بالسيدات. طبعا احنا بنموت في حاجة اسمها ميك اب، يعني ما فيش ست ما بتحبش الميك اب، حتى لما بيعرفوش يحطوا لا بيبقى عايزين برضو يتعلموا يعملوا ميك اب ازاي، وما يروحوش بقى ايه للحاجات الغالية قوي، بالنسبة لهم الحاجات الخفيفة اللي في البيت دي. فمعانا النهاردة ملكة التجميل، بصوا انا مش عارفة اوصفها ازاي بالنسبة لشغلها، شغلها فوق الممتاز. عرايس كتيرة جدا جدا بيحجزوا عندها بالشهور علشان ياخدوا دور عندها، معروفة جدا في المحافظة. محافظة ايه؟ محافظة أجادة أهلية طبعا. دقلية. معانا خبيرة التجميل إيمان عطية. مظبوط كده؟ تمام. منوراني النهاردة، ربنا يخليكي، ده نورك أستاذة دقلية، ربنا يخليكي. قولي لي بقى، أنت البداية بتاعتك كانت إمتى؟ البداية بتاعتي من وأنا في الدراسة. بقالك فترة يعني؟ مش عايزين نقول السن وكده، بقالك فترة يعني؟ من وانا في الدراسة، بس كفتحت مكان لنفسي انا لوحدي بقالي 13 سنة. يعني عندك خبرة كبيرة ما شاء الله. يعني لا خبرة، واكيد كل سنة طبعا مختلفة عن التانية. كل سنة بيطلع ميك اب مختلف، يعني السنة دي غير اللي قبلها، غير دي غير دي، كل ميك اب ولو يعني كل وقت بمعنى الاصح ولو ايه ولو. تمام. يعني انت بتحبي عامة الموضوع التجميل اصلا؟ دي هوايتي. هواية. يعني انا بعشقها، ده جزء من حياتي. يعني انا ممكن يعني استغنى عن اي حاجه في حياتي الا التجميل، الا حاجه زي كده. طب ما فكرتيش مثلا يبقى في دراسه، كورسات مثلا في ده؟ الكلام ده في البدايه، في بدايتك قبل طبعا اشتغلت قبل ما افتح طبعا نفسي. واتمرنت، كنت طبعا بجيب الموضوع كبير طبعا، بس احنا عايزين نختصر عشان وقت البرنامج. يعني كنت دايما بجيب ميك اب واتدرب على اخواتي، على اصحابي. تعلمي فيهم. هو بصي، هو دي هوايه عندي. فبعدين بعد كده بقى التجأت للحوار، اشتغلت فيه. واشتغلت مع حد كان مشهور جدا في المنصوره. تمام. كان وقتها تعلمتي طبعا منه؟ كان وقتها طبعا اكتسبت خبره، بس المهم مش انت اتعلمتي ايه، المهم انت تبتكري ايه، المهم انت شايفه كل يوم جديد ايه، تبقى مميزه في ايه. المهم انت الوش اللي قدام منك يليق عليه، تعرفي ايه، تعرفي تتعاملي معاه ازاي، الميك اب المناسب ليه. مش ايه، انك انت المهنه مش انك تروحي تاخدي كورس وتطبقيه على كل واحده. أنا شويه انا شايفه ايه، اي بي سي للتجميل هو الكورس، مش هو ده. يعني ان دلوقتي كتير بيروحوا ياخدوا كورسات، وبعد ما ياخدوا كورسات تلاقيها فتحت. ازاي يعني؟ في حاجه، وما تكون في عرايس تبقى العرايس كلها قاعده 3D. واحد كله كربون. كل واحد. طب المفروض انا لما اكون انا بعمل ميك اب وانا خبيره تجميل، مش مش كل شويه ميك اب ارتست. افهمي معنى الاول ميك اب ارتست. انا دلوقتي داخل لي واحده بنوته رفيعه، بنوته وشها تخين، بنوته عينها، بتعرفي تتعاملي معاهم ازاي، جفنها مضغوط، واحده عينيها ما شاء الله المجال عندها واسع. تمام. واحده عينيها مقفوله خالص، كل واحده يليق عليها ايه، ابرز جمالها ازاي. طب قولي لي كده ايمان، انت بتدي كورسات؟ هو ان شاء الله الخطه الجايه، ان شاء الله الخطه الجايه. طب اول ما تعملي الكورسات بلغيني، ماشي، علشان البرنامج هنا ياخد تخفيض ويروحوا لها. شفتي دبستك؟ لا مباشر. معادي والله. وكمان في حاجه، لو حد يعني لو حد مثلا مش مقتدر، عريس ومش مقتدر والظروف عنده صعبه، انا ما عنديش مشكله طبعا ان انا اعمل حاجه زي كده طبعا. تمام. دي حاجه ان هو يبقى فرحان وعايز الليله بتاعته طبعا تكون كويسه. وبرده يسعد خطيبته ويسعد. تمام. نبدا بقى كده وتقول لنا مع الاموره اسمك ايه؟ منار. منار. طيب نبدا كده مع الاموره وتشوفي بقى كده ايه هتعملي ايه في القمر ده. تمام. انت اموره ما شاء الله عليكي، يعني من غير ميك اب لغايه دلوقتي زي القمر ما شاء الله. منار دلوقتي. تمام. تمام. ماشي. بصي احنا هنحاول نختصر الحوار. تمام. يعني عشان طبعا برضو احنا مش عارفين نجيب الميك اب كله طبعا.
تمام ماشي. تمام. احنا كده كده مجهزين البشره ومرتبينها. تمام. هنحط بس جل من كيرولاك طبعا. اوكي. ده مش اللي بنوته رايحه تحضر مناسبه ولا الكلام دوت. طبعا ده عادي. بس دوت يعني بيستخدم اكتر للعروسه. ماشي تمام. أوكي. تمام. بس هو كترتيب ممكن لو بنوته مثلا طالبه جامعيه ومش مشكله معاها مثلا الماديه وكده. تمام اوكي. ممكن تجيبه. تمام. بس تمام. هو اكتر للميك اب يعني. فول ميك اب يعني. تمام. اوكي ماشي. هو اكتر حاجه بتستخدم له هو فول ميك اب. ممكن تستخدم يعني بلايمر عادي. ومش شرط ده. تمام اوكي. احنا حاطين قبل ده طبعا. عايزين بصي حاجه سريعه كده على طول. ماشي تمام. احنا حاطين قبل ده اصلا. حاطين قبله بلايمر. تمام تمام اوكي. حاطين قبله بلايمر. اوكي تمام. احنا هنحاول دلوقتي نختصر الحوار ونعمل ميك اب. طب بسيط. ممكن الصور وهي كده شغاله. تمام. صور العرايس. لا في الكنترول صور. طيب ماشي اوكي. ماشي ماشي اوكي. اوكي ماشي اوكي. انا بحب اشتغل بايدي اكتر. تمام اوكي. تمام. ده ما يمنعش برضو ان في طيب فرش. تمام. طب قولي لي كده عشان الوقت. وطبعا حضرتك هتشرفينا تاني الاسبوع الجاي ان شاء الله. تشرفينا تاني الاسبوع الجاي بقى كده بالتفصيل، لان حضرتك كنت المفروض تدخلي اول فقره معانا النهارده. تمام. فتشرفينا تاني وناخد بقى بالتفصيل. قولي بقى كده نصيحه لكل عروسه تستعد ازاي ليوم فرحها. طبعا تستعد من ناحيه يعني البشره، تجهز بشرتها ازاي كده. بصي هقول لحضرتك على حاجه. ممكن تستخدم طبعا حاجات طبيعيه في البيت. تمام. مش شرط طبعا ان هي تستخدم حاجات في الكوافير وكده. هي لو حجزت طبعا عند البيوت سنتر اللي هي رايحه له او عند الميك اب بيجهزها، يعمل لها ماسكات وكده. هو بيجهزها قبلها باسبوع. تمام. ويظبط الدنيا بيجهزها قبلها باسبوع. تمام. ويظبط لها الايه العمل وكده. ماشي. طبعا حضرتك هتشرفينا الاسبوع الجاي عشان ما لحقناش طبعا الوقت الفقره خلاص. وانتظرونا ان شاء الله الاسبوع الجاي، بس هنطلع ان شاء الله يوم السبت باذن الله. شكرا ليكم. سلام عليكم.